مع فضيلة الشيخ محمد بر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا، صلاه تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما اشكل حتى يفهم، فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، الله عز وجل أمر عباده المؤمنين جميعا بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله سبحانه وتعالى العبادة إلى تائب وظالم، ولم يذكر قسما ثالثا، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد بإخلاص التوبة وجوبا، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأعطانا مهلة للتوبة، وذلك قبل أن يقوم الكرام الكاتبون بالتدوين. قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. ونحن نعلم جميعا أن الله تعالى وكل ملكين بكتابة أعمال وأقوال بني آدم، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات أعاذنا الله عز وجل منها. فقال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم، ينتظر. قال: 6 ساعات. يمكن أن يكون المقصود الساعة الفلكية المعروفة، أو المدة اليسيرة من الليل أو النهار، المهم ينتظر. يرفع القلم عن من؟ عن العبد المسلم المخطئ. فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. والحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح. مشكلتنا أننا لا نرجو لله وقارا، نحقر المعاصي. ما كاين باس، هذا عير مكروه، الله غفور رحيم. وسيدنا أنس رضي الله عنه يقول، والحديث في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق، افعل تفضيل من الدقة، تعملون أعمالا تعتقدون وتحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. هذا صحابي يخاطب التابعين.
هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها، في رواية بلام التأكيد لنعدها، وهي حكمة لمن يحب صحيح البخاري في غير رواية أبي ذر عن السرخسي وعن المستملي. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيقات، أي من المهلكات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي بيده فذب عنه. المؤمن ديال الدرب تيخاف بحال واقف تحت شي جبل غيطيح عليه، والفاجر الذي لا يعرف قدر الله ولا عظمة الله مثل الدرب المعصية بحال شي ذبابة دالها هكذا بيده، يعني الاستهانة بالله سبحانه وتعالى. الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. فالأمر جلل، الأمر خطير. يقول البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاذا بعود وجاذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك محقرات الذنوب، هذيك الذنوب اللي ما تنديوها شيء فيها لا باس، ما كاينش مشكل، بحال واحد جاب واحد العود الاخر دار واحد العود وطيبوا الخبز ديالهم، هكذا الذنوب عندما تجتمع بصاحبها تؤدي به الى الهلاك. وفي روايه: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، والحديث في مسند الإمام أحمد. قال أهل العلم: إن الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء ومن عدم المبالاة وترك الخوف مع الله تعالى، أو وترك الخوف من الله تعالى مع الاستهانة بها، ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في رتبتها، يجعل ذلك في رتبتها ومقامها. ولذلك قال أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى المعصية إلى ذاتها، وانظر من عصيت، قد عصيت الله العظيم الجليل. لأن أقبح ما في المعاصي أن فيها مبارزة لله عز وجل بالقبيح من القول والفعل، والعاصي في ذلك متمرد على الله تبارك وتعالى. وقد نسي العاصي مع سكرة الذنب والمعصية أنه عاص لملك الملوك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو عصيت مسؤولا كبيرا من مسؤولي الدنيا، ماذا سيكون جزاؤك؟ الجواب معلوم عندنا: القلوب تفزع من بطش المسؤول إذا كان قويا متجبرا، فعجبا لمن خاف بطش العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولم يخش بأس الله، لم يخش شديد عقابه. ولهذا قالوا: أربع بعد الذنب شر من الذنب نفسه: الاستصغار والاغترار والاستبشار والإصرار. يعني الاستصغار تشوف الذنب غير صغير ما كاينش مشكل، ثم تغتر تشوف الله سبحانه وتعالى تيعطيك من النعيم ديالو، ومع ذلك انت تستمر في مخالفته وفي عصيانه. عباد الله، التوبة شلال الجمال الذي يتدفق من كوثر الرحمن ويفوح بأريح عطاء الله تعالى وكرمه وإحسانه. التوبة عند أهل الله أن تتوضأ النفس وأن تتطهر كما تتطهر الأعضاء البدنية في الطهارة الصغرى والكبرى. عندما تتوب إلى الله معنى ذلك أنك تتطهر وتطهر نفسك من خبائثها تطهيرا. ولهذا جمعت التوبة كل المنازل، وهي ترتقي بصاحبها عبر أمواجها الدافقة إلى السماء،
في جمال يفضي إلى بحر المحبة الإلهي. قال جل جماله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبذلك كان يدعو سيد المحبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إثر الوضوء، عقب الوضوء في الترمذي، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فجمع وقرن بين الطهورين في سياق واحد، بين التوبة من الأنجاس والتوبة من الأرجاس. التوبة لها مدلولات عميقة، وليست ألفاظا باللسان مع الاستمرار على الذنب. تأملوا قول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه، فالتوبة إذن أمر زائد على الاستغفار. ولهذا وضع العلماء شروطا للتوبة، وأخذوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب، ترك المعصية. ثانيا: الندم على ما فات. ثالثا: العزم على عدم العودة. رابعا: إرجاع الحقوق إلى أصحابها أو طلب البراءة منهم. وذكر العلماء تفصيلات أخرى يضيق المقام بذكرها، بأن تكون التوبة لله لا لشيء آخر، كعدم القدرة على المعصية. شحال واحد ما تيدير شيء المعصية لأنه ما قادش يديرها، ولو فتح له المجال لفعل ذلك. لو فتح له المجال مثلا لظلم وأخذ حق الغير، وسمعت ذلك من بعضهم، قال لك لولا القانون كنت درت ودرت ودرت. فإذا لابد أن تكون أو أن يكون الترك لله سبحانه وتعالى، أن يترك المعصية خوفا من الله لا خوفا من الناس. هذا لا يسمى تائبا. من أخذ أو من ترك مثلا أخذ الرشوة لأنه خشي من القانون أو خشي من المراقبة، هذا لا يسمى تائبا. فمن عرف الله ومن وحد الله فإنه يدرك قبح المعصية. وقد ساق ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء أضرارا كثيرة للذنوب، كحرمان العلم والوحشة في القلب وتعسير الأمور. كيف تريد أن ييسر الله عز وجل أمرك وأنت غارق في معصية أنا الليل وأطراف النهار؟ وذكر كذلك وحشة القلب، وذكر تعسير الأمور وحرمان الطاعة، وذكر قلة التوفيق وضيق الصدر وهوان المذنب على الله، وكذلك ذكر أن البركة تزول إلى آخر كلامه المفيد. كل هذا يجعلك تبتعد عن الذنوب بالكلية. فإذا وقعت فيها، والمؤمن ليس بمعصوم، فإنه يبادر يسارع إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتخشى على توبتك كذلك من النقص، فأنت لا تجزم بأن الله تعالى قد قبل توبتك. نعم، لا علم لك بذلك، وعليك كذلك أن تستدرك ما فات من حق الله سبحانه وتعالى إن كان ممكنا. مع أمور أخرى سنذكرها بعون الله عز وجل في هذه السلسلة المباركة بكم، سميتها أريد أن أتوب ولكن. قد يقول قائل منا: أريد أن أتوب ولكن ذنوبي كثيرة، ولم أترك نوعا من الفواحش إلا وفعلته، ولا ذنبا تتخيله إلا ارتكبته، فلا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي؟ بعضهم يتساءل، أجيبه باختصار. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الشرط، أن ترجع وأن تنيب إلى الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، هذا الإطلاق الذي نفرح به. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد، أو رواه لعله في صحيح في البخاري. طيب، قال: يا ابن آدم
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب العالي أي من كثرتها ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض بكسر القاف وبضمها بقراب الأرض بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث في الترمذي تذكرت الآن الحديث في الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. فالكل مأذون له في دخول حضرة الله، الكل مأذون له أن يدخل الحضرة إلى حضرة رحمته ومغفرته ورضوانه. الكل موعود بموعود للوصال لا تحجبه الوسائط. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أن يستر عيوبنا وأن يتولى أمورنا. والله يقول الحق وإن السبيل والحمد لله رب العالمين. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, le seul, l'unique. Et j'atteste que notre Seyyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, que Dieu prie sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Certes, Allah a ordonné à tous les croyants de se repentir en disant وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Il a divisé ainsi les serviteurs en deux catégories, pas une de plus, à savoir les repentis et les gens justes. Puis qu'il, Azza wa Jalla, dit وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Chers frères et chères sœurs, Allah Azza wa Jalla a ordonné à ses serviteurs l'obligation de lui dévouer un repentir sincère. Il dit à ce sujet, « Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha » Ô vous qui avez cru, repentissez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah Azza wa Jalla nous a accordé un délai de repentir avant que les nobles scribes ne commencent à noter. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le scribe de gauche garde la plume levée pendant 6 heures à l'égard du serviteur musulman qui commet un péché. Si ce dernier le regrette et sollicite le pardon d'Allah, le scribe le laisse, sinon il inscrit un seul péché, rapporté par Tabarani dans le Kabir et Bayhaqi dans Shua. Mais le plus grave chez la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne témoignent pas à Allah le respect qu'il mérite. Ainsi, ils lui désobéissent en commettant différentes sortes de péchés, nuit et jour. Sayyiduna Anas ibn Malik dit, certes, vous accomplissez des actes qui sont à vos yeux plus fins qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du messager d'Allah parmi les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum wa muhaqqirati dhunub fa innahunna yajtami'una ala rajuli hatta yuhlikahu. Prenez garde des péchés véniels car ils s'accumulent à l'encontre d'un homme jusqu'à ce qu'il le fasse périr, rapporté par l'imam Ahmed. Ô serviteur de Dieu, le terme repentir est un mot sublime qui comporte des sens profonds.
Contrairement à la croyance populaire qu'il s'agit d'un simple mot que l'on prononce après quoi on persiste dans le péché. Médite la parole d'Allah. وَاَنْسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite repentez-vous à lui. Donc, le repentir est une chose supplémentaire à l'imploration du pardon. C'est pour cela que les savants ont cité, à la lumière des versets et des hadiths, certaines conditions relatives au repentir. En voici quelques-unes. Premièrement, s'arrêter immédiatement de commettre le péché. Deuxièmement, regretter ce qui a été commis. Troisièmement, être déterminé à ne plus y revenir. Quatrièmement, restituer les droits à ceux qui ont été victimes de l'injustice ou leur demander d'en faire concession. Finalement, ces mots seront utiles si Allah le veut aux gens sincères qui se rendent compte de leurs péchés et de leurs manquements. Ces mots sont adressés à ceux qui croient à cette parole divine. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonnant, le très miséricordieux. Et à ceux qui croient à la parole divine, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. الله تعالى السلامة والعافية اللهم يسر أمورنا وتولى أمورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا فارق الحب والنوى أعط كل واحد منا ما نوى وفوق ما نوى يا غاية المنى اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.